جريدة إسبريس الإلكترونية نشرت في إحدى مقالاتها في الأسبوع الذي نتهيأ لتوديعه مقالا تشير فيه إلى أن حركة 20 فبراير تعترف رسميا أنها لم تستطع أن تعبئ الجماهير إلى صفها فيما تدعيه. البينة ديالها وثيقة حصلت عليها من تنسيقية ديال حركة 20 فبراير بمدينة الرباط. هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني من السؤال هو أننا نشوف مجموعة من الأحزاب ما يزيد عن 7 أحزاب تنضم في كتلة واحدة للانتخابات القادمة. بين ما قلت لك في الشق الأول والشق الثاني ممكن تعطينا خلاصة وموازنة على من تدور هذه الأحداث؟ في الحقيقة أن مقولة عز حركة 20 فبراير على استقطاب مجموعة من أطراف الشعب المغربي في اعتقادي الشخصي هي مقولة خاطئة، لأن الدليل على ذلك هو مجموعة ديال المسيرات، مجموعة ديال التظاهرات اللي كيوقع عليها تعتيم إعلامي كبير من طرف وسائل الإعلام لا الوطنية ولا مجموعة ديال وسائل الإعلام على المستوى الخارجي اللي كيخرج فيها واحد مجموعة ديال الآلاف المؤلفة ديال الشعب المغربي. معنى ما نشرته الصحيفة ديال إسبريس لا أساس له من الصحة. لا أساس له من الصحة من وجهة نظري كمناضل من داخل حركة 20 فبراير لا وجود لهذا الخبر، لا أساس له من الصحة. هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة للشق الثاني ديال تحالف مجموعة ديال الأحزاب في إطار التكتل الانتخابي، أعتقد بأن ليس هناك جديد. هناك أحزاب، يعني هناك واحد فرق كبير ما بين ميولات الإيديولوجية ديال هذه الأحزاب، ولكن في نهاية المطاف هي تبقى من داخل لعبة المخزن، لعبة انتخابات اللي هي لعبة فاشلة يلعبها المخزن من أجل أن يزين مظهره الدكتاتوري والاستبدادي. من وجهة نظرنا كحركة 20 فبراير نطالب بأولا إلغاء الاستبداد، لا نطالب بمقاطعة الانتخابات، لأن مقاطعة الانتخابات شيء بديهي، لأن لا يمكن أن ندخل في لعبة من أصلها هي لعبة فاسدة تدور في جو من الرشوة وتدور في جو من الفساد وأصلها هو الاستبداد. إلى 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 المعطيات تشير بالفعل أن حركة 20 فبراير لم تستطع أن تعبئ الجماهير في صفها، هذا أولا. ثانيا، ولا الأحزاب السياسية الآن تتكتل في مجموعات صغرى لاستعداد انتخابات شرعية، بمعنى أنها الشعب سائمة من أجندات السياسية ديالها. حركة 20 فبراير ما عبأت الشعب، هذا الشعب شكون اللي غيأطروا، شكون اللي غينظموا، شكون اللي غيدافع عليه؟ في الحقيقة هناك تقرا هادشي اللي قلت لك كامل. نعم، يعني أن ربما أنا وضحت لك مازال، يعني أن على اعتبار أن حركة 20 فبراير كما قلت سابقا هي فكرة خاطئة، المواطن المغربي لحد الآن مازال موصل في 20 فبراير فكرة خاطئة. يعني 20 فبراير قلت بأن يعني 20 فبراير ما استطعت انها يعني ان تعباء واحد المجموعه ديال عباد الله، هذا بالنسبه لي بالنسبه فكره خاطئه. هناك تراكم. الشعب المغربي عانى من القهر، عانى من المنع، عانى من التعتيم الاعلامي، مجموعه من المعارك النضاليه التي يعرفها المغرب هذه عشرات السنين تعرف تعتيم اعلامي كبير. لهذا اقول بان حركة 20 فبراير هي حركة ماضية نحو تأطير مجموعة من المناضلين ومن عموم الشعب المغربي نحو التغيير الحقيقي. واقول التغيير الحقيقي لن يأتي عبر صناديق الاقتراع، التغيير الحقيقي سوف يأتي من خلال اقتلاع نظام الاستبداد من جذوره، اقتلاع نظام المخزن.